تعرف حد اسمه فتح الدمياطي؟ فتح ده كان زميلي في الشغل لغاية ما باعني هو وتوفيق زاهر. باعك ازاي؟ أول ما استلمت الشغل قابلني فتحي وعملني زي ما نكون إخوات بالظبط. بعد فترة كده ابتديت أحس إن في حاجات مش مظبوطة في الشغل بين فتحي وتوفيق. إيه ده فتحي؟ دي منشطات جنسية. جرأة إيه يا سعيد؟ ما تحبكهاش قوي كده. بقول لك إيه، 50 باك وعدي الليلة. لا، واضح إن أنت جيت للبني آدم الغلط. أنا هصادر الشحنة دي وهبلغ عنها كمان. كده؟ ماشي يا سعيد. ورفضت إن الشحنة تعدي. بالظبط. بعدها ابتدت معاملته ليا تتغير. لغاية ما جت شحنة المستلزمات الطبية الملوثة. ايه اللي في ايدك ده يا سعيد؟ ده عينها من الشحنة اللي دخلت طالع طبيعها. طبيعها؟ طب انا قلت لك ان انا عينتها وطلعت مطابقة للمواصفات. ايوه، طب ايه المشكلة ان انا اخد عينة تانية عشان اتأكد؟ ولا انت ناسي ان التقرير ده هيطلع على مسؤوليتي؟ مسؤوليتك؟ ايه؟ هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا خالص، بس هو زي ما تقول كده زيادة تأكيد. تأكيد؟ وماله؟ تأكد يا اخويا، تأكد. زاد التأكيد. هو فيه ايه؟ سعيد مصمم يا توفيق انه يعاني المستلزمات الطبية ويكتب فيها التقرير بنفسه. هو حر. واحنا هنعمل ايه؟ هبعت لسعيد يجيني المكتب. استاذ سعيد، المدير عايزك حالا في مكتبه. حاضر. وأول ما يخرج من المعمل تدخل أنت مكانه ومعاك عينة سليمة من الشحنة القديمة. تبدل العينة السليمة مكان العينة التانية. طلعت المعمل تاني وطبقت العينة. وطبعاً كانت سليمة. بالظبط. وكتبت تقريري إنها مطابقة للمواصفات. وشلت القضية. أنت تعرف عنوان توفيق الزاهر؟ طبعا، ده محفوظ في دماغي ولا يمكن انساه ابدا. الدهولي. وحياتك، انا كنت عايز عماره 89 بيه. الاقيها فين؟ تقصد فيلا 89؟ هي دي. دي فيلا توفيق زاهر؟ ايوه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. طب أنا عايز أقابله. تقابله فين؟ ما قدامك هو داخل الإسعاف. هو ده توفيق؟ أيوة والله. يا حبيبي، يا حبيبي توفيق، يا حبيبي مش هسيبك، أنا هركب معاك، مش ممكن أسيبه في اللحظة دي. معلش، هو مين حضرتك؟ ها؟ مين حضرتك؟ أنا صديق عمره، كنت في الخليج ولسه راجع عشان قلت ازوره يعني. يلا يا جماعه اكرم. طب انا هاجي واركب العربيه. طيب مش طيب، راح فين؟ هطلع اركب مع بابا. لا روح انت مع اختك، سيبني انا مع حبيبي. سيبني يا حبيبي. يا حبيبه كيفه، حبيبه توفيق. بس انا اول مره اشوف حضرتك هنا. اصل بابا من ساعه ما خرج على المعاش ومفيش حد بيجي يسال عليه خالص. غريبه، مع ان كان في دكتور صاحبه وكان مقرب منه جدا، ما حاولش يكلمه او يجي يزوره حتى. اسمه ايه؟ اسمه اسقايا على الغربه لما تنسي الواحد. هو عموما كان اول حرف من اسمه ايه؟ لا يا انكل، بابا كان طول الوقت مشغول في الشغل وفي العمارات، محدش كان بيشوفه من صحابه خالص. دكتور، دكتور طمني بليز، بابي عامل ايه دلوقتي؟ حالته مش مستقرة، مع اني نبهت عليه أكتر من مرة بخصوص موضوع التدخين دي، خاصة بعد ما ركب الصمام. أعمل ايه؟ عنيد. طيب يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. حضراتكم تبع الحالة اللي جوه؟ أيوه. طيب، هو احنا بس محتاجين حد يحط مبلغ في حساب المريض. طيب حاضر. طب استنى يا أكرم، أنا معايا فلوس في العربية. استنى.
ازيك يا توفيق يا زاهر؟ انت دلوقتي بين الحياة والموت، وده اليوم اللي انت واللي زيك مش عاملين حسابه. ازاي تقبل ان سعيد يترمي في السجن وانت عارف انه مظلوم؟ مين الدكتور اللي كنت بتاخد منه رشاوي عشان يدخل الادويه السامه؟ ايه عين؟ حاول تعمل حاجه كفر بيها عن اللي عملته قبل كده. وزاره الصحه بحب قوي اتفرج على الافلام اللي فيها شخصيه الظابط وهو بيعذب اللي عنده. يطلع الظابط. احنا بنعمل في الناس كده يا خالد؟ بذمتك من ساعه ما جيت في حد مد ايده عليكم؟ رد يا إيهاب، في حد مد إيده عليكم من ساعة ما جيتوا؟ لا يا باشا، محدش لمسنا. يا على الله الناس بقى تعرف الحقيقة، بدل ما هم بيطلعونا كده في المسلسلات والأفلام بنضرب ونعلق وننفخ ونشنق. ده ناس يقولوا ان احنا بنجيب اسود عشان اللي ما يعترفش باللي احنا عايزينه الاسود تاكله. يلا معلش. طيب انا هستأذنكم يا جماعه دلوقتي، يا دوب الحق اتوضى واصلي، لانه يا دوب والله الكلام معاكم ما يتشبعش منه، ولو فضلنا قاعدين نرغي كده هنصحى عن الصلاه. ايه؟ هتيجوا تتوضوا وتصلوا معايا؟ ايه؟ متوضين؟ ما بيصلوش؟ ليه كده؟ وانت؟ مش تصلي؟ مش تصلي كده عشان ربنا يكرمك ويرضى عنك وتنجح؟ ايوه، بس انت متأكدة ان دي نجلة صاحبة ماما؟ ايوه متأكدة. انا اول ما شفت المسج من بره قلت مستحيل بابي يعمل كده، يعني يمكن عامل سيف لواحد تاني اسمها نجلة. بس فتحت واتساب وتأكدت من صورتها، هي نجلة صاحبة مامي. وماما فاكرة ان بابا ده مفيش زيه. الفكرة اصلا ان ازاي نجلة تعمل كده في مامي؟ بجد والله. وبالنسبة لابوكي بقى ايه، عادي؟ طب تفتكر الصح ان انا اقول لمامي؟ بصي، سيبي لنا الموضوع ده. مهما برضه حاولت مش هتقدر تخسرني، احتياجي ليكو مش مقدر. اتفضل.
ايه ده؟ بتذاكر؟ والله تتحسن. اي خدمة، بذاكر اهو. كنت عايز اللابتوب بتاعك عشان عايز اعمل عليه شوية حاجات كده. ايه اللي ده انت بتستأذني؟ اللابلابك، تحب اساعدك في حاجة؟ اللابلابك؟ لا خليك انت في مذاكرتك، مالكش دعوة بيه. وبعدين بقى انا كده هتوه اكتر ما انا تايه. قلت لك اجي اساعدك يا هيل. قلت لك مالكش دعوه، خليك في مذاكرتك. طيب ايوه عماد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم اعطنا في بلادنا عافنا في بلادنا يقضى عليك. اللهم اهدنا في من هديت. تولنا برحمتك يا رب العالمين. حرمنا الشيخ ايهاب. جامع حرمنا مولانا. تقبل منك يا رب يا شيخ. تعرفين انا اكتر حاجه مقصره فيها في الموضوع ده ايه؟ انتوا الاثنين. معقول يا باشا؟ يعني احنا صعبانين عليك؟ صدقني صعبانين عليا. صعبانين عليا عشان انتوا عيال مضحوك عليكم. بتحك عليكم بالشهادة والجنة اللي هم بيوزعوا فيها اللي على كيفهم. بتحك عليكم لأنهم قالوا لكم روحوا حرب الطاغوت. طب أنا راضي ذمتكم. ده شكل الطاغوت اللي قدامكم ده. في شارع مين ده؟ اللي بيحارب حد يا ابني أنت وهو بيحاربه في وشه. مش يستخبى في جوهر زي التعبان لما يبقى عندك عقيده ومؤمن باللي انت بتحارب عشانه، بتحارب في الوش. يعني انت عايز ايه يا باشا دلوقتي؟ عايز مصلحتكم. مصلحتكم اللي هي مصلحه البلد طبعا. وايه هي مصلحه مرؤوف باشا؟ مين اللي بيمدكم بالسلاح؟ ومين اللي بيدي الاوامر؟ صدقوني انا عايز اساعدكم لان انتوا مضحوك عليكم وعيال صغيره. احنا مش عيال يا باشا ومش مضحوك علينا. عثمان تحت امرك يا باشا. حطيت الاكل للاسد. روح حطه يا باشا. لا انا عايزه جعان. عايزه جعان يا عثمان. جوعه يا باشا. تفضل. كنا بنقول ايه؟ سعادتك اللي كنت بتتكلم يا باشا، كنت بتقول انك هتساعدنا وهتقف جنبنا. بس لو اتكلمت اللي كان بيسلمنا السلاح واحد اسمه فوزي شافع. اسمه ايه؟ فوزي شافع. فوزي؟ شافع. وكنيته ابو مصعب. انا كده عند عثمان. عثمان امرك يا باشا. حط الاكل للاسد وقول له ما يستنانيش. قول له يتعشى هو. انا هدردش مع الشباب شويه. تحت امرك يا باشا. مالكم في ايه؟ في اوعى تكونوا افتكرتوا الاسد اللي هو. لا ده محمد بيه الاسد زمان. اصل هو كلمني من شويه قبل ما اقابلكم قال لي ان هو هيتعشى. فيتعشى ولا يستناني عشان نتعشى سوا؟ قلت له لا استنى عشان نتعشى سوا. والواحد برضه يحب ايه بلمه كده في الاكل بتبقى حلوه. بس لما انتوا قلتوا لي ان احنا هندردش خليته كنا بنقول ايه بقى؟ ابو مصعب. مصعب كمل بقى.